السلام عليكم لا فامي صافا لاباس عليكم شخباركم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم فيديو جديد ما فيهش المكياج كيف عودتكم هذه مشتريات وصلتني من جوميا بغيت نشاركها معكم مشتريات صراحه باقي ما حليتش يعني لي كارطون باقي كلهم مسدودين تقضيت شي حوايج من جوميا وصراحه كان هذه لا دوزيام فوا فاش كنتعامل معاهم لو سيرفيس غزال La commande qui est sur place, ça n'a rien à dire fait. Mais le produit, qu'est-ce qu'on trouve chez eux, on le trouve d'abord, on se prend avec eux et on trouve avec eux, qu'est-ce que c'est, top ou la flop. Alors on le trouve, on trouve fait. Ça a été la commande, les boîtes sont bien, mais alors qu'est-ce que c'est, la boîte qu'est-ce qu'on fait. صراحه لومبالاج يعني ما مسدود مزيان الوغ شنو هذا هذه السمطه ديال الظهر هذه السمطه ديال الظهر صراحه مع الخدمه كيف كتعرفوا حنا الخدمه ديالنا شويه متعوبه الوقوف بزاف البوزيسيون باش كنكونوا كنماكيو ديما كتلقانا كنماكيو حنايا شويه الظهر ديالنا عوج الوغ هادي انا كنت ديجا عندي وحده ماشي من جوميا ما خديتهاش من جوميا خديتها من واحد المغازان في المعارف يعني ودوزات ليا صراحه دوزت ليا وزوينه ولكن صافي وساعات وما بقاتش لا كاليتي ديالها قدامت دابا خديت وحده اخرى انا نحلها ونشوف واش داكشي هو هذاك ولا لا خليكم تشوفوا معايا شنو واش هادشي هو هذاك ولا لا ماشي بحال اللي كانت عندي ماشي بحال اللي كانت عندي ولكن ما عرفتش المهم هانتوما شوفوا معايا هذا فكرني بحال التخمال ديال جدة التخمال ديك اللي كيديروا في الدار مي كنتمنى يكون مزيان انا غادي نجربوه بلاتي نشوف المهم شوفوا كيفاش كيجي الا الوغ كيجي سميطات هكا وسدان لهاد الجهه الوغ كيجي بحال هكا بحال هكا وكيتسد لتحت المهم انا غادي نجربها ومن بعد نقول لكم كيفاش مي لا كاليتي ديالها مزيانه طين الوغ هاد لو سيبور ديال الظهر نورمالمون كيتلبس فوق الحوايج ولا تحت الحوايج ماشي مشكل هكا كيفاش مبينينو في لابواط ديالو اي لو بري ديالو صراحه تري ريزونابل كيدير 57 درهم 57 درهم المهم انا غنجربها بالنسبه انا ديجا كتشاريها غاليه ولكن هذه ناقصه في الثمن مي لا كاليتي والكونفور واش غنلقاه ولا ما نلقاش غنجرب من بعد ان شاء الله ونقول لكم الوغ هذا حيدناه نشوفو هذه ملحه نورمالمون انا ما كومونديش الملحه هادو دي هادو دي زامبول ديال فيتامين pour le visage فيتامين E voilà كيفاش كيجي في قريعه voilà كيجيو دي زامبول البواطا كيف شفتو مسدوده alors هادو دي زامبول pour فيتامين E شريتهم من عندهم حتى هما نورمالمون جاو في لا بواط يعني معاهم هاد لو سيل تنهضر لكم على لو سيل هاد لي زامبول بور لو فيزاج اي لو كور نورمالمون دايرين 44 درهم باش خديتهم 44 درهم مي لو بري ديالهم ما عرفتش نورمالمون لي زامبول في الفارماسي او في البارا فارماسي كيديروا كثر يعني كيوصلوا ل 150 درهم الفوق هادو ب 44 درهم ما عرفتش واش مزيانين ولا لا نورمالمون هما كانوا دايرين 44 درهم اوليو شي 300 اي كالك يعني دايرين الثمن غير دايرين لهم بروموسيون داكشي زعما سو خديتهم مي غنجربهم ونشوف واش فيه بصح فيتامين او ولا لا وهاد لو سيل دو بان
نورمالمون ما عرفش انا مكومونديها لي مي هذا يمكن كيعطيوه مع لا كوموند زوينه هذه في سيل دو بان مي كديرها السيده في لو بان ديالها كتحيد لي توكسين والجراثيم اللي كتكون في الجلد كتسرح الدوره الدمويه اللي كتكون في الجسم كتريح بزاف ومنافع ديالها زوينه صراحه جربوها كتحس بواحد الراحه صراحه كتحس بواحد الراحه انا مجربها زوينه حلو هذه تا هي نشوفوا شنو فيها الملوحات هادو باغي يطلعوا لي الطونسيون يلا كنا كنشكروا فيها الو هادي هذا فيتامين سي الو هادي فيتامين سي فوالا علاش كتبان لكم فيتامين سي هذه نورمالمون كتعط كيدار في الوجه ولكن اللي يكون الوجه ديجا نظيف مغسول ويدار بالليل كيف كتعرفوا فيتامين سي هو كيعطي واحد الاكليرسيسون كيعطي بياض للوجه بلايص اللي فيهم لي طاش يعني كيخليو دوك لي طاش كحل ولا برون في لابو كيعطيهم واحد كيصفيهم شويه وكيرطب كيرطب كيعطي واحد يعني كيعطي واحد النضاره للوجه هذا فيتامين سي هذا هو المفعول ديالو ويدار بحال هكا غير في لو سوار ملي تبغي تنعس دير هاد السيروم لو بري ديالو باش خديتو 55 درهم مي نورمالمون كان شي 200 وشي حيت في جوميا فاش كنت كنشوف في لو سيت دايرين لو بري دابا باش غنشريوه يعني ناقص و لو بري ديالو الريال بشي 200 كيك ما عقلتش بالضبط مي صراحه انا علاش تشجعت على هاد البروموسيون اللي دايره قلت نجرب الا صدق مزيان انا غادي نجربهم كيف قلت لكم ضروري نقول لكم كل حاجه في فيديو اخر واش زوينه ولا خايبه وهادو لي ستايل تا هما المهم شبعونا ملحه ايضا هادي هادي خديتها الوغ هادي اباراي ديال ليبيلاسيون صراحه انا بغيت كان ديجا عندي وصافي قدامت وخا صراحه يعني انا كنمشي للصالون سونتر بوتي كلشي كاين تماك ما محتاجاش ولكن بارفو ضروري في الدار كيكون بعض المرات كتحتاج شي حاجه كتكون هذا يعني ضروري خاص يكون هادشي في الدار يعني البنات هادو ضروريين في الدار ولو كتمشيو لي صالون ولو كل مره في السيمانه ولا مره في هادي يعني حنا ديجا اللي زعما اللي كنشتغلوا في لي سونتر وكنكون كلشي حدانا متوفر ومع ذلك بعض المرات مع الوقت ومع كنكونوا مشغولين وهذا ما كنساليوش لو ما هادو يكون عندنا في الدار منها فوق ما احتاجت الوقت كتلقاهم ديسپونيبل عندك الو هادو البابي وهذا هكا يعجبوني بعد هاد الجويه بلي زومبالاج عطيني وقت لا الو هادي ديال لاباراي ديال الشمع وهادي لاباراي الو يعني بيان سور هادي راه كيعرف كلشي كيعرفها هادي لاباراي ديالها كتخشى في الضو كتلصق هنايا كتلصق هنا صافي وكتخشيها في الضو وهادي كديرها هنايا حتى تيذوب شي كيذوب الشمع صافي وكتبدا راه البنات كلهم كيعرفوا كيفاش يخدموا بهادي لا بلوبار تقريبا وكتبدا دير بلاستيغ هذا كيف قلت لكم البابيي ديالو تبارك الله ديجا كيعطيو فيه بزاف الوغ ولا باغاي كدير 71 درهم باش خديتها 71 درهم كنتمنى تكون مزيانه سي بون هادشي اللي كاين نشوفوا هاد الكارطونه الكبيره تاعها شنو فيها عرفتي تخباركم البنات درت لا كوموند ونسيت حتى شنو كوموندي دابا كنحل عارفه نقول هادي بصح كومونديتها حيت جاتني لا كوموند هادي دابا شي 3 جوغ وما ساهلتش نحلها
الله ما سايك الحله. هذه الوغ انا كومونديت هذه بور لي بوين نوار اللي كتحيد لي بوين نوار. هاد لاباراي هادي كنت كنشوفها في لي سيت بزاف وما تشجعش ناخذها وقلت نجربها نشوفها كيفاش دايره. الانسان يمشي للسونتر بوتي تهلا فراسو ويتفشش مي هادو ضروري صراحه هادو ضروري يكونوا في الدار عندك يعني باش كتديباني راسك ما تبقايش تستناي حيت لا بلوبار الناس راك عارفه مع الخدمه والجري لا سيمين كديك نهار كيديك في النهار ما كت بعد ما كتلقاش الوقت اللي تمشي دير سوان دو فيزاج وهادي مره حنا كنعطيو وصفات ديما في القناه ديالنا البنات شريو هادي والوصفات اللي غنعطيكم ان شاء الله من هنا في لي فيديو جداد عدوا تستعملوا هادي بداو تستعملوا بزاف هاد لي زاباري كلهم ضروري خاصهم يكونوا عندكم. المهم هادشي اللي شريت هاد الساعه خاص كلكم عرفتوا هادي شنو هي. هادي لاباراي لافابور باش كنديروا لو سوان دو فيزاج سي بون غادي كنركبوها بحال هكا فاسيلمون ديجا كتعمرها بالماء من التحت كديرها في الضو وكت لافابور كيطلع داك الصهد على الوجه منها كدير سوان دو فيزاج غير في الدار يعني ما تحتاجش تمشي لي صالون بحال هكا كنتي مزروبه ديباني راسك من بعد. وهادي pour les points noirs كنت كنشوف في لي سيت اللي يعني كيفاش كيخدموا بهم وكيفاش وصراحه ما زعمتش عليهم مي قلت عرفتي شنو ناخذها ونجربها. كيف قلت لكم هادشي ضروري خاصو يكون في الدار مره بنادم يتهلا في راسو في دارو لقيتي الوقت كاين بزاف السيدات اللي ما كيقدروش يخرجوا ما كيقدروش عندهمش الوقت لا اللي خدامين لا اللي في الدار ولا هادي مسائل هادشي ضروري خصو يكون في عندك وتجربوهم حتى انا غادي نجربها ونشوفوا كيفاش غادي يكون واش طوب ولا فلوب. الوغ شوفوا هاد ها انتما فيها هاد ثلاثه ديال الريوصه هكا ديفيرون كل حاجه بيان سور كتصلح نورمالمون هادي هي كتركب في الضو عندها البريز ديالها هنايا كتخشيه في الراس ديال البريز ديال الشارجور وكتلصقوه هنايا وكديرو في الضو باش كيخدم ها البوطون ديالو هنا صافي وكتخدم. هادو الريوصه عندي ثلاثه اربعه الريوصه كيف كتشوفوها معايا اربعه ديال الريوصه كيتبدلوا كل راس صراحه كيتستعمل في الحاجه حيت ها نتوما كيف كيبان لكم واحد طويل مبزط وواحد مدور وهذا مدور ولكن بروفون جا لداخل يعني بالنسبه ل لي بوين نوار بالنسبه لي بور كيفاش كيحل ويسد لي بور وصافي هادشي اللي كاين مهمه هذه والله حيت انا كنشوفها في لي فيديو فريمون كيتنيطواي سورتو هاد المنطقه ديال الانف وهاد البلايص هادو وهنايا جيت لي فرون يعني خاصها تكون في الدار ضروريه. الوغ كيف كتشوفوا هاد لاباراي هادي ديال لي بوين نوار وهذا ديال نيتواياج دو فيزاج هادو بجوج خلاوهم ليا ب 105 درهم يعني الا خرجتو شريتوهم من لي ماغازان ديال البارفيمري ولا هادي غتلقى غير هادي بوحديتها كتسوى واحد 200 درهم ولا 130 150 درهم. المهم هاد الساعه بعدا لي بري كيشجعوك انك تشري صراحه وهادي تاهي هادي معاهم هاد لي دو زاباراي بجوجهم 105 درهم. هادي خديتها عجبتني في لو سيت عندهم كيف كتعرفوا حنا شي ديال سالاد وهادي انا سورتو انا جادور لي سالاد وكتلقايني كنصراحه ملي كنضيع واحد الوقت كبير في بريباراسيون هاد لاباراي هادي خديتها وكنتمنى تساعدني يعني في السرعه ما عرفت واش غادي
تكون مزيانه واش طوب ولا فلوب. المهم فوالا هذه لا با هذه الكاس ديالها هذه الشبيكه نورمالمون هذه باش كتنشف بحال هكا الخاص ولا النعناع ولا هذه عندها الجديده ديالها بحال هكا كتنشف تكون هادو هادي كتحيد هاد الشبكه هادي باش عجبتني كطحن فيها اي حاجه بغيتيها تطحن بحال كفيته خضيره هكا اي حاجه كتطحن كاينه هادي باش كتصيب الكيك حتى هي كت ما عرفتش كيفاش كتركب كتصبي هكا الباتر صافي وهادو حكاكات صغار حكاكات صغار فيهم سنينات الرقاق الكبار الموين فيهم يعني كتخرج لك داكشي غابي كيتركبوا في هاد اللوحه هادي هاد السنينات وكل حاجه كتخرجها كيفاش بغيتيها صافي هادشي اللي كاين يعني هادي كتخدم بها بزاف ديال الحوايج هادشي اللي شريت هادو هما المشتريات هادي باش كتفرق البيض الصفر على الابيض وصافي هادو مع دي تروك معاهم حتى نخدم بها ونشوف كيفاش غادي نقدر نقاد هادشي سي بون هادشي اللي كاين هاد الغوبو هذا خديتو ب نورمالمون داير 84 درهم مي افيك لي فري دو ديبلاسمون كتبقى ب 90 درهم الوغ البنات دابا كيف شفتو ساليت الانبوكسين مع المشتريات اللي شريت من عند جوميا وكنتمنى تكونوا على الاقل استفدتوا بعدا فغيف لي بري تعرفوا لي بري ديال كل حاجه شريتها صراحه جوميا حاجه وحده اللي انا عجبتني فيها هو لو سيرفيس يلا كتكوموندي الحاجه لو لوندما كيجيبوها لك ثاني حاجه الطريقه ديال لومبالاج يعني الحاجه كتكون فريمون كتوصل ليا هذيك حتى حاجه ما كتخسر ثالث حاجه هما لي بري لي بري اللي غتمشيو تشريهم في بلايص اخرى زايدين في الثمن كتاخذهم تقريبا ناقصين بموان 40% موان 30% كتلقى بعض المرات موان 70% في الارتيكل الوغ هادو كلهم انا عاجبيني وفرحانه ليهم مي لا كاليتي ولو برودوي وهادشي اللي شريت فوقاش غنقدر نقول لكم واش مزيان واش طوب ولا فلوب حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونهضر لكم مختصر على مشتريات جوميا ونكملوا لا فيديو ان شاء الله اللي غادي يكون مفاجاه جديده على القناه ديالي هكذا خليتكم كنشكركم بزاف وكنتمنى تبقاو ديما متابعيني وتستافدوا معايا وتدعموني بالاشتراك والدعم ولي جيم وبيان سور البارطاج ولي كومونتير ديالكم وعطوني اراء ديالكم في اي حاجه بغيتوني نشريها اي حاجه بغيتو تعرفوها بغيتو نديرها يعني كوصفه كماكياج بحال دابا لي توتو ميك اب اللي انا كندير بغيتكم تعطيوني اللي شفتها في شي موديل يعني في شي شكل ديال الماكياج تقول لي كيفاش بغات شنو النوع ديال الماكياج اللي بغات ونديرو هكا تويتو ميك اب وبغات شي وصفه نديرو وصفات انا كالقناه ديالي راه متنوعه يعني كيف قلت لكم لو كونسيبت ديالها كله خاص بالجمال ومشتريات هكا كنشاركهم معكم للاستفاده يلا بسلام عليكم خليتكم على خير فيديو جاي ان شاء الله وتابعوني على القناه ديالي باي باي